ولمتابعة الأعمال والمشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال بفرش الإسفلت في العديد من المناطق، حيث تضاعف عملها لاستغلال ساعات الحظر. أيها السادة، ينضم إلينا من طريق الدائرة الخامس مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. زميلنا فهد، بعد التحية نريدك أن تطلعنا كيف تسير الأمور لديك فهد. مساء الخير زميلي حسن، بعد التحية لكم ولمشاهدي تلفزيون دولة الكويت الكرام. نتواجد الآن في الدائر الخامس لمتابعة ورصد الجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري في صيانة وإصلاح طرق البلاد في كافة المحافظات ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا بعد فترة تمديد العمل لوزارة الأشغال وهيئة الطرق. جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب. معنا في هذا في هذه الأثناء المهندس خالد ضاوي العصيمي، مدير إدارة صيانة الطرق السريعة والجسور في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، سيحدثنا بشأن الآلية والخاصة بصيانة وإصلاح شبكة الطرق في البلاد في خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة. مساء الخير مهندس خالد، تبذلون جهودا كبيرة في سبيل إصلاح وصيانة طرق البلاد من خلال كافة محافظات البلاد المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية على التغطية المميزة بتلفزيون دولة الكويت. احنا حاليا وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستغلال فرصة الحظر الجزئي من الساعة الخامسة إلى الساعة الرابعة صباحا لإصلاح الشوارع، وبالفعل الحمد لله يعني من ثالث يوم الآن احنا ثالث يوم نازلين على جميع الطرق السريعة، تحديدا احنا الان على الدائري الخامس، بدأنا من دوار البدع وسننتهي ان شاء الله عند تقاطع طريق الفيحيل مع الدائري الخامس، يعني تقريبا اكثر من 4 كيلو متر طولي بالاتجاهين. ان شاء الله خلال فترة الحظر سيتم صيانة هذا الجزء الحيوي اللي فعلا خلال الفترة الاعتيادية ما نستطيع نعمله خلال هذه الاسبوعين. كذلك الان شغالين في الدائري السادس مقابل استاد جابر، ان شاء الله خلال هذه الفتره سننتهي من جزء الاجزاء المتضرره من مستشفى الفروانيه وحتى خيطان بالاتجاهين. كذلك الان شغالين على طريق الفيحيل مقابل الدعيه وكذلك مقابل مستشفى هادي، هذه اجزاء متضرره جدا وفي الفتره الاعتياديه يعني من المستحيل ان ننجزها في فتره قياسيه. مع الحظر الجزئي ان شاء الله سننتهي من جميع هذه الاعمال خلال هالاسبوعين هذه ان شاء الله. كذلك احنا عممنا اشتراطات الاحترازيه لوزاره الصحه على جميع موظفينا وجميع العاملين في المواقع، من ارتداء القفازات والكمامات والمعقمات، كذلك التباعد بين العاملين، كل هذا للحفاظ على سلامة العاملين في الموقع. وإن شاء الله فترة قصيرة إن شاء الله جدا، وتوجيهات الحكومة وإجراءاتها فعلا اللي تثلج الصدر، فعلا إن شاء الله خلال فترة قياسية ستزول هذه الغمة إن شاء الله على دولة الكويت بإذن الله. مهندس خالد، هل هناك جدول زمني لصيانة كافة شبكات الطرق في البلاد؟ نعم، هناك برامج زمنية كانت موجودة قبل فترة الحظر الجزئي، الآن البرامج تضاعفت، يعني احنا نقول تقريبا إلى 3 أضعاف خلال هالأسبوعين هذه، راح يعني راح نسبق البرنامج 3 أضعاف مقابل الأيام العادية، لأن قبل يمكن كنا نفرش فرش الأسفلت، حركة النسافات من المصنع إلى الموقع، كل هذه يعني كانت تؤثر على الفترة الزمنية، الآن تضاعفت إلى 3 أضعاف، يعني قبل كنا نفرش 15 إلى 20 سيارة، الآن نفرش أكثر من 60 سيارة،
فالحمد لله ان شاء الله خلال اسبوعين هذه ان شاء الله وتنفيذ لتوجيهات صاحب السمو ان شاء الله ان نغطي اكثر الاجزاء الحيويه المتضرره. مهندس خالد العصيمي، شكرا لهذه المعلومات ونتمنى لكم كل التوفيق والازدهار إن شاء الله. جهود كبرى تبذل من قبل وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق في سبيل صيانة وإصلاح كافة شبكات الطرق في البلاد. من هنا نقول يد تعمل لمكافحة فيروس كورونا واليد الأخرى تعمل لتلبية كافة خدمات المواطنين. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. نعم، مراسلنا فهد التركي، كنت وقد وقفت على أحد هواجس الشارع الكويتي وكذلك المقيم على حد سواء، والشكر موصول لك وكذلك للمهندس خالد العصيمي مدير إدارة صيانة الطرق السريعة. شكرا جزيلا لك فهد.